يا مساء الخير واهلا وسهلا باحلى جمهور، والله احلى جمهور في الدنيا، كل الاهلاويه اللي بيتابعونا بيبداوا معانا حلقه جديده من السادسه، حتى وانتم غضبانين حتى وانتم زعلانين برضو احلى واعظم جمهور في الدنيا. مساء الخير عليكم. هنعمل ايه النهارده؟ هنكسب ولا ايه؟ هنكسب ان شاء الله باذن الله. والدوري في الملعب، لسه الدوري في الملعب، وخدها مني كده يعني وانت مغمض عينيك زي ما بيقولوا. اذا كنت فاكر انه الاهلي او غيره يقدر يكسب في كل الماتشات وكل البطولات اللي بياخدها، فانا بقول لك يعني يا عزيزي انت واهم، مفيش فريق في الدنيا يقدر يعمل ده. البرازيل نفسها وهي بتستضيف كاس العالم خسرت بالسبعه على ارضها ووسط جمهورها. البارسا واحد من يعني من التايكونز في كره القدم خسر 8 في دوري الابطال وما شافش بطوله بقاله كام موسم. مانشستر يونايتد ما شمهاش لا جوه ولا بره، وغيرها وغيرها وغيرها. القصص والحكايات كتير جدا، فما تاخدش الامور قوي على اعصابك كده. حتى لو لا قدر الله خسرنا الدوري السنه دي مش مشكله، مش مشكله، الدنيا ما وقفتش وما انتهتش. الكوره دايما زي ما بنقول للمتعه، تاخدش الامور على صدرك وعلى اعصابك كده. وانا بقول لكم انا بالنسبه لي الدوري لسه في الملعب، عايز تصدقها وتشتريها كان بيها، مش عايز برضو انت حر، دي وجهه نظرك وانت حر فيها. على كل الاحوال الاهلي وفاركو النهارده مباراه في منتهى الاهميه، وكل ماتشات الاهلي المتبقيه مهمه جدا. وزي ما اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت، المطلوب من فرقتنا انها تحاول تستعيد جزء من مستواها، والاهم من ده انها تكسب كل الماتشات المتبقيه، ونشوف بعد كده الدنيا هتروح بينا لفين. قبل ما نروح لمعسكر الفريق ونشوف اللمسات الاخيره او الساعات الاخيره ما قبل مواجهه فاركو، خلينا نروح لفاصل ونرجع بقى نتكلم في التفاصيل.